عضلتي. إن كانت الحياة تجتهد لتلهينا وتتراكم علينا الهموم والأحلام والمناهي من كل صوب وحد، وكل يوم يمضي من العمر يلقي من أحلامنا وطموحاتنا إلى الآوية، ويا لها من أيام صعبة تزرع فينا عقد دفينة وعقد صعبة التغلب عليها أو القدرة على التعايش معها، ولكن يوجد آخرون قد تغلبوا عليها بالفعل. الرؤية البعيدة تبدأ بالتفاؤل والحلم يبدأ بفكرة ملامح. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبدك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. عجبي. غمض عينيك لو بصيت لرجليك تقع. عزيزي المشاهد اهلا بيك، احنا النهاردة في ملامح بنكلمكم على كذا مشكلة معانا في حياتنا اليومية. النهاردة بنتكلم عن التدخين مثلا. هنرسم النهاردة لوحة بتتكلم عن التدخين بتقول: لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. على السطوح برنامج حواري يسمع نبض الشارع المصري ويحاول توصيله إلى المسؤولين. تقديم إنجي رؤوف. أحلى الأوقات في كل الأوقات، تمتع بالذوق الرفيع. كوفي شوب ومطعم بيتزا، تمتع بالذوق الرفيع.